الجميع متفق على أن الأجواء إيجابية في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي يقودها المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين. هوكشتاين الذي أكد أنه لا يزال أيضاً متفائلاً بإحراز تقدم، لكن يقول أن الأمر لا يزال في حاجة إلى الترتيب النهائي. لبنان من جهته يقر أن الملف يتقدم، وينقل إلى المبعوث الأمريكي تأكيد على رفض أي حقول أو ثروات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي. فهل سيتم تجاوز هذه النقطة؟ وعموماً ما معطيات التفاؤل الحاصل، وماذا في الترتيبات النهائية؟ أسئلة كثيرة أطرحها على ضيفنا من ميامي الليلة في ولاية فلوريدا، الخبير في شؤون الشرق الأوسط هارلي ليبمان. سيد هارلي، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. هل يمكن حقيقة التأكيد إلى ما تم التوصل إليه خلال هذه الزيارة؟ يعني كان الطرف اللبناني قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت يتحدث عن يمكن انتظار رد إسرائيلي، ليتبين بعد هذه الزيارة أو خلالها أن هوكشتاين يحمل معه أيضا مقترحا جديدا. كان هناك تفاؤل يحيط بزيارة هوكشتاين للبنان. هو لديه علاقة جيدة مع الرئيس بايدن، وهو ينظر إليه بتقدير من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، وهو له دور فعال، وبالتالي هناك أمل في أن يتوصل إلى الاتفاق. هناك ثلثان من الإسرائيليين وثلث من اللبنانيين يتفقون معه، لكن حزب الله يقدم عدد من التهديدات، يقول إنه سيهاجم إسرائيل وإنه لن ينضم إلى الاتفاق، وبالتالي من المثير أن نعرف ماذا سيحصل. وكلام المبعوث الأمريكي هوكشتاين أكد على أنه في تفاؤل كما ذكرت لنا سيد ليبمان. هو قال بالتحديد: ما زلت متفائلا بأننا نستطيع إحراز تقدم مستمر كما فعلنا على مدى الأسابيع العديدة الماضية، ويتطلع إلى التمكن من العودة إلى المنطقة لإجراء ما سماه بالترتيب النهائي. أي أجواء إيجابية يمكن البناء عليها في هذا الملف بحسب متابعتكم سيد ليبمان؟ وما الذي يدل على أنه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين ستستأنف قريبا كما ذكر المبعوث الأمريكي؟ أولا، لبنان يحتاج إلى الكهرباء. حكومة لبنان لديها مولدات قد تعطلت، والشعب اللبناني لا يحصل على ما يكفي من الكهرباء. الاقتصاد تهاوى وانهار، وهذا ضار جدا للشعب اللبناني. ولكن الغريب هو أنه في يونيو كان هناك اتفاق للحصول على الغاز عبر لبنان، عبر مصر إلى لبنان، لكن هذا الغاز كان يأتي من إسرائيل. وبالتالي رغم أن حكومة لبنان أنكرت وحزب الله أنكر، فإن هذا الغاز ذهب إلى لبنان وهو أتى من إسرائيل، وهذا سيعطي لبنان 4 ساعات إضافية من الكهرباء بالمقارنة بما يحصلون عليه الآن. ماذا يعني هذا؟ أولا، هذا يعني أنه في لبنان هناك اتهام جنائي يحصل عليه كل من يقيم علاقة مع إسرائيل، وبالتالي هنا حدث هناك توصيل للغاز إلى لبنان عبر مصر، لأنه لم يكن ممكنا توصيله مباشرة إلى لبنان. أيضا ذهب إلى سوريا، والآن هناك عودة إلى الأوضاع الطبيعية بدلا من أن يكون هناك وضع منبوذ لسوريا وأصبحت تحصل على الغاز. المفارقة الثالثة هي أن هذا الغاز سيدفئ أو يبرد المنازل في جنوب لبنان، حيث هناك حزب الله يخطط لحرب أخرى ضد إسرائيل.
سيد لبمن، اعذرني على المقاطعة هنا في هذا الإطار، لكن أستفيد من وجودك معنا. يعني بالعودة إلى المقترح الإسرائيلي الجديد، فهو لا يضم حقول أو ثروات مشتركة مع إسرائيل، هذا الأمر اللي كان رافض الجانب اللبناني بشكل قاطع. هل يبني الوسيط الأمريكي اليوم لربما التفاؤل على نقطة الانطلاق هذه؟ نعم، سبب وجود ضغط كبير في لبنان على حزب الله يقوم على الرغبة في تحقيق نتائج، لأن هناك انهيارات في مجالات عديدة في لبنان، وهذا محسن جدا، وبالتالي أي اتفاق قد يصنع فرقا كبيرا. للأسف الشديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيستشعر هذا الأجيال المقبلة في السنوات المقبلة، وبالتالي حزب الله له دور حاسم للأسف في لبنان، وهو مدعوم في إيران، وإذا لم يتم الاتفاق على هذا المقترح، هذا سيضغط كثيرا على حزب الله وعلى الشعب اللبناني، الذي سيكون غاضبا جدا من حزب الله الذي يبدو لا يفعل ما يكفي لمساعدة اقتصاد لبنان على التعافي. أرى أن حزب الله عليه أن يدرك حساسية شعور ومشاعر اللبنانيين، لأنه من مصلحته ألا يفقد شعبيته في جنوب لبنان. نعرف أنه متورط في الفساد وفي تعطيل الاقتصاد، ولا أرى أن حزب الله رغم التحكم الذي فيه يمكن أن يقاوم الضغوط التي سيرزح تحتها من الشعب اللبناني. أيضا باعتباره عدوا لإسرائيل، هو سيواصل عقيدته في القول إنه يريد تدمير إسرائيل، كذلك هذا سيصعب مهمته، لأنه بالنسبة للبنان سيصعب أن يتم التوصل إلى اتفاق أو تدبير مع دولة يريد حزب الله أن يدمرها، وبالتالي هناك عديد من التعقيدات. هلا ترددت بعض المعلومات على أنه هناك نوع من المقايدة ستتم خلال الأسبوعين المقبلين، وقد لمح إلى هذا الأمر المبعوث الأمريكي الحديث على أن إسرائيل تريد مقابل المساحة التي سينالها لبنان من حصوله على حقل قانا، هذا في التفاصيل، حصول على المساحة نفسها شمال الخط 23. هل لديكم أي تفاصيل عن هذه المقايدة، وما الذي يعمل عليه هوكشتاين خلال الأسبوعين المقبلين لإتمام الترتيب النهائي أو ما سماه بذلك؟ هو يحاول أن يضع اتفاقا فيه رابح رابح، ويحاول أن يحظى بدعم الدول الأخرى في الدول الخليجية من أجل الضغط على حسن نصر الله للموافقة على هذا التوافق. القضية الأساسية هي موقف حزب الله ونصر الله، وحتى مع أن الاتفاق يفيد لبنان، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكان حزب الله أن يوافق على هذا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، وهذا هو السؤال الأكبر. هو قال مسبقا إنه لا يأبه بما إذا كان هوكشتاين أو غيره يصرح بأي اتفاق قادم، قال إننا لن نوقع أي اتفاق مع إسرائيل، هو هذا ما قاله بطبيعة الحال، ويهدد إسرائيل ودائما يقول إننا سنهاجم إسرائيل، لكن الواقع أن إيران تريد حزب الله إذا قامت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية في إيران، وبالتالي فإن إيران لا تريد من حزب الله استخدام أسلحته المتطورة بين قوسين. الآن حزب الله قال يمكن أن يهاجم ويستهدف أي مكان في إسرائيل، وهذا قد يكون صحيحا، ولكن إيران لا تريد من حزب الله أن يستنفذ أسلحته مع إسرائيل، لأنها تريد استخدامها عند الحاجة إذا قصفت من إسرائيل أو إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النووية. إذن الأمر كله يتوقف بنصر الله. شكرا جزيلا على القراءة من هارلي ليبمن، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من ميامي في ولاية فلوريدا.